المبادئ الأساسية لإدارة المستشفيات من منظور سليم. هنلاقي إن المبادئ دي أقرتها جمعية المستشفيات الأمريكية. أول حاجة قالوها إن الوظائف الأساسية للمستشفى تنحصر في تحقيق أعلى مستوى جودة ممكن للرعاية الصحية. دي أول نقطة. إن المستشفى يجب عليها أن تتعاون مع غيرها من المنظمات الصحية في سبيل الارتقاء بالمستوى الصحي العام في المجتمع، ما تقتصرش على نفسها بس. إن المستشفى مسؤول عن تعليم وتدريب العاملين في حدود الإمكانيات المتاحة وفقا لبرامج وخطة موضوعة مقدمة. أيضا يجب أن يكون هناك مصدر معروف للسلطة، ما تبقاش العملية عشوائية داخل المستشفى، لازم يكون في مستويات وفي نظام للسلطة. السلطة المهيمنة في المستشفى هي السلطة اللي بترسم السياسات الخاصة بكل ما ينطوي عليه تحديث وتحديد المسؤوليات والأعمال اللي بيتم داخل المستشفى. الهيئة الطبية وغير الطبية مسؤولة عن تحقيق المعدلات الخاصة بالأداء داخل المستشفى وعن المستوى اللي ممكن أن تصل إليه الرعاية الصحية، مش مسؤولية أطباء بس ولا إدارة بس، لا، دي مسؤولية مشتركة خاصة بالأمور الطبية أو الفنية أو الإكلينيكية والأمور الإدارية أو الاقتصادية أو المالية. من ضمن المبادئ برضو أن إدارة المستشفى يجب أن تدعم كل الجهود لرفع مستوى الخدمة في كافة أنشطة المستشفى، ما يبقاش في نشاط معين قوي وأنشطة تانية غير قوية، زي ما احنا قلنا ان دي مجموعة من الموارد الاقتصادية داخل المستشفى لازم ان تتكاتف مع بعض عشان نرتقي بالكفاءة والفعالية لكل الأجزاء وكل الأقسام وكل الموارد مع بعض. المستشفيات بتشارك في مجالات الصحة العامة بوعي من إدارتها بالنسبة لمسؤوليتها نحو المجتمع، بمعنى ان المستشفى ليست منوطة بأعمالها بس، ولكن لابد أن يكون لها مسؤولية مجتمعية مع غيرها من مجالات الصحة العامة. أنواع المستشفيات وخصائصها، طبعا المستشفيات بتصنف وفقا لعدة معايير. أحد هذه المعايير معيار الملكية والإدارة، فقد تكون مستشفى عامة تابعة للدولة أو مستشفى خاص. ممكن كمان تكون حسب الهدف، قد تكون مستشفيات تهدف إلى تحقيق الربح أو قد تكون مستشفيات لا تهدف إلى تحقيق الربح أو خيرية. ممكن المستشفيات تكون حسب المعيار الإكلينيكي مستشفيات متخصصة أو مستشفيات بتؤدي رعاية في كل مختلف أوجه النشاط الصحي. لو جينا لخصنا للتطبيقات المحاسبية والإدارية والاقتصادية التي يمكن أن تطبق في قطاع هام وحيوي وقطاع المؤسسات الصحية، هنلاقينا طبقنا مفهوم المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط، طبقنا نظم المعلومات المحاسبية بصفة عامة ونظم المعلومات الصحية التي تعتمد على الحاسب الآلي بشكل خاص، طبقنا إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصحي وكيف يمكن وضع نظام لإدارة الجودة الشاملة في المجال الصحي، اتكلمنا كمان على المفاهيم الإدارية الحديثة التي تتعلق بإدارة المستشفيات من منظور غير تقليدي. كل دي كانت مجموعة من التطبيقات اللي بعضها بيكون يمت للجانب المالي أو المحاسبي، بعضها يمت إلى الجانب الاقتصادي في إدارة الموارد الاقتصادية داخل المستشفى، بعضها يتعلق بإدارة الموارد من منظور زيادة الكفاءة والفعالية لكل عنصر من عناصر العملية الإنتاجية. والعملية الإنتاجية هي إيه؟ إنتاج خدمة متميزة فريدة طبقا لمعايير. وشكرا جزيلا.